لك عافية. طب حاجة مو ما صدق تحكي تسجيل تسجيل هذا. لا عادي عادي بس اشاق وياكم. هسه ناخذ الاثر لان خلصنا الانترودكشن هنا. شوفوا اسمي خالد، كان المفروض اشيل هذا بعد سلايد. خلصنا الانترودكشن، خلصنا مرحلة اللعب والمرح والفرح، هاي يسموها انترودكشن. نيجي بالجد، اريد تشدوا لي حزامين هنا. هذا المادة والله هي كلش ثقيلة، ما اقول لكم خفيفة، ما اريد اخوفكم من عندها، بس الاسئلة هنا تتركز، عملي نظري هنا تتركز. هذه محاضراتكم راح تتقسم، المفروض اني اخذ 8 محاضرات، بس كل محاضرة ينقسمها 3 4، يعني ما نلتزم بهذه الأرقام، ما عليكم بها، بس هذا السيليبس لكم حتى تعرفون ايش راح ناخذ. الانترودكشن خلصناها، راح ناخذ البكتورال ريجين، منطقة التشيست الصدر، وراح ناخذ البريست، وراح ناخذ البكتورال مصل بعدها. بعدها راح اخذ الفيشيا، واحتمال هاي اخليها لو لا، اكو اشياء ما راح التزم بها، راح احذف على مود الوقت. اوكي، بعطيكم الشيء المهم والاهم، ما اريد ندوخ بالتفاصيل. الاكزيلا بعدين ناخذها، البريكل بلكسس، الضفيره تعال ترجمتها، والله الترجمه صعبه ادري والله مصطلحات، بس هي الترجمه كلش صعبه. الاكزيلا هي منطقه الابط، والبريكل بلكسس البريكل هي نفس الشيء العضد، والار والمصل مالته هنا شويه عندي الاكزيلا شويه خاف الدخون بيها، هذه لها تركيز. وقرايه الابرنم كلش مهم، كلش مهم بالاسئله، عملي نظري. اوكي ركز، عملي نظري ناخذ ان شاء الله ونبدي، ويا رب يا رب نقدر نخلص شهر الثالث والرابع، شوي ندخل بالرابع. وات از ذا لم، شنو هو الطرف او الاطراف؟ اذا اريد اعرفه شو يشمل، يشمل لي الليج يعني رجليناتك، عندي الارم والذراع اوف هيومن بينج. اوكي هذا سلايد، هذا حلو فرفوشي لكم ما رح تحفظونه. انه ذا ابر ليم از مالتي جوينت ليفر اوف ذات سوري ذات از فريلي موفابل اون ذا ترانك ات ذا شولدر جوينت. الابر ليم هي مالتي جوينت، بيها يعني جوينتات، هو عندي هنا شولدر جوينت، هنا عندي الالبو جوينت، هنا عندي الريست جوينت، وجوينتات الهاند كلها جوينت. اوكي الموفابل مالت راح تكون حركه حره، ليش؟ لان احنا من يسمح لنا بالحركه وحريه الحركه هي الجوينت. اوكي وشولدر جوينت قلنا يا نوع من الجوينت، يلا يا شطار البول اند سوكيت، وهسه بناخذه انا احط لكم اياه وتعرفونه. هنا راح نبدي بالجد والقرايه الصحيحه، اقول لكم شدوا لي حزامي، يعني صدق شدوا لي حزامي، ما تقول لي انت موازي والله متاخر وما دا اقرا، ولا تقول لي اني والله تاخرت هاي المحاضره، ولا هاي هي خلص بدا الجد عندنا، راحت ايام الفرح. ذا ابر ليمز هسه عرفناها تعريفها انه عباره عن مالتي جوينت موجوده. At the distal end of the upper limb is the important organ, the hand. هنا بالدستل عرفنا البروكسيمال والدستل، الدستل نهاية الإيد اكو أورجان مهم يسمونه الهاند، بدون إيدك ما تقدر كل شيء تسوي. أوكي الأبر ليمب سوري راح يتقسم إلى عندي منطقة الأكزيلا، هاي منطقة الأكزيلا. أوكي وهاي عندي منطقة الأرم، الأكزيلا آخذها هي والجوينت والمصل والعظام كلها سوية، بعدين اجي للارم عم اخذه هو والعضلات اللي موجوده بيه، والفور ارم والهاند. اوكي واضم لهم جزء من التشيست، ليش اضم جزء من التشيست وياهم؟ لان اكو عندي عضلات يسموها البيكتورال ماسل ترتبط بين الابر ليمب والتشيست، واضح؟ لهذا انا خليتهم سويه، ما خليتهم للتشيست من تاخذون الثوراكس، لا لان هي مرتبطه بالابر ليمب فراح اخذها هنا. The pectoral region. شنو هي البكتورال ريجن؟ Is located on the anterior chest wall. وين تقع؟ Anterior chest wall. من قلت anterior يعني شنو؟ شوف هسه بديت أنا أستخدم المصطلحات مالتي. ال anterior هي بالجهة الأمامية، الجهة الأمامية للchest للصدر. واضح؟ ما أقول posterior، أقول anterior. شنو محتوياته؟ تحتوي على شغلتين، تحتوي لي على 4 muscles 4 عضلات and breast الصدر، على منطقة anterior chest. الفور muscles راح اقسمها الى
سبك ليبيان او سبك ليبياس هي اوضح بس انا صححتها لكم. سبك ليبيان هو الارتري، سبك ليبياس هي المصل. بس ضيفوا هنا يو او اس يو اس، صرت انا هنا صححتكم بالكلاس ان شاء الله. سبك ليبياس ما صحيها هنا سبك ليبياس، هذا عندي عظم الترقوه عظم الكلافيكول، هسه اخذه بالتفصيل ان شاء الله. تحت منه راح يكون عندي مصل، هذه المصل شنو اخذناها؟ قلنا هذول المصل من يحركون الشولدر، وهذا الهيومرس بون حتى يثبت لي هذا العظم، فسموها الفكسيتر، فكسيتر مصل. قال لكم معلومه ما بدكم تحفظوها. اذا هسه اول نوع عندي سبك ليبياس، هسه اخذ ان شاء الله بالتفصيل ممل. سبك ليبياس اللي هي تحت الكلافيكول، بكترال ميجر هي العضله الكبيره الصدريه، وتحتها منو راح اذا اشيلها الديب الها بالعمق راح يكون عندي البكترال ماينر او اللي هي العضله الصدريه الصغيره، السيريتس انتيرير، سيريتس انتيرير هذولي مثل الاصابع، هي دوله واحده اثنين ثلاثه يمكن ثمان اصابع. ناخذ ان شاء الله بالسيرشن شايفين ايه، هاي اصبع، هذا اصبع، هذا اصبع، مو هذا الاصبع الصاعد، هذا يختلف، هذا الاصبع الصاعد اسمه، بس هذول الاصابع يسموها الاصبعيه. اوكي، على شكل اصابع ماسكت لي هنا جهه التشيست. اخر شيء راح يكون عندي البريست، اخر شيء راح يكون عندي البريست الصدر، هو اخر شيء بس انا راح قدمت اخذ البريست وبعدين اجي كل مصل اخذ الاورجن انسيرشن نير سبلاي والاكشن مالته تفيدني. وان شاء الله نتقدم، عود احنا نبدي التسجيل هذا. يلا انا راح اودي روحي ب60 داهيه والله. هسه هذول عرفناهم، هسه ندخل اول شيء عندي البكتورال ريجن، ناخذ البريست. البريست شنو هو؟ هو الصدر وين يقع؟ they are situated in the pectoral region anterior chest of wall. قلنا من نقول pectoral region نقول anterior chest wall، تذكرون بين قوسين او تقولون بس pectoral region عادي ماكو مشكله. إذن احنا عرفنا موقعه، حددنا وين موقعه، موقعه وين صاير؟ صاير بالبكتورال ريجن بالانتيريور بارت، واضح؟ بعدين وجوده وين موجود؟ موجود بريزنت ان بوث سكس، يعني موجود بكلا الجنسين الميل اند فيميل، ذكر والانثى. They are similar in structure in the males and immature females. immature females حددت أنا إن هو يكون تركيبة مشابه بين الميل والإماتور، يعني الفيميل اللي بعدها ما صار عندها بلوغ، أوكي؟ نفس التركيب، نفس الأنسجة، نفس هاي بالضبط. إذا صار عندي adult female يعني الأنثى البالغة، the breast has mammary gland، راح يحتوي على غدد لبنية، لبنية اللي راح تفرز للحليب، and the subcutaneous tissue. السبكوتينيوس تيشو اخذناها سابقا، قلنا هي شنو؟ هي سوبرفيشال فيشيا. السوبرفيشال فيشيا شبيهه بها فاتي، اوكي، فاتي تيشو يعني انسجه دهنيه. يعني هنا عندي بالادلت فيميل راح يتغير البريست، البريست راح يحتوي على جلاند يسموها ماماري جلاند الغدد اللبنيه، ويحتوي لي على، تشوفون هذا اللون الاصفر، على فاتي تيشو. هاي مين جت فاتي تيشو؟ لان هي صايرة بالسبكوتينيوس تيشو. السبكوتينيوس تيشو هذه هنا عندكم معلومة، من يسوون سبورت الماماري جلاند راح تدعم لي، يعني فتشي قاعد على منطقة رخوة، جلاند قاعد على منطقة رخوة، من قاعد على منطقة صلبة، يعني هذا الجلاند كلش حساسة. وش تحدد لي؟ تحدد لي determine the size of the breast. أكيد إحنا من يصير عندي feeding ورضاعة راح شو يصير عندي؟ راح يصير enlargement بالمن، راح يصير enlargement بالبريست. ليش؟ لانه زادت عندي الفاتي تيشيو. شنو زاد؟ زاد الفاتي تيشيو والماماري جلاند راح تبدي تفرز الحليب، واضح؟ هاي منطقه الادلت ما بي شيء تعرف لي، لانه اقول لك تعال اشرح لي السي المن للبريست. بس بدي اكمل عود اقول لك اياها، من وين يقع؟ بالبكتورال ريجن، ما يقع لا بالابدون ولا قلت لك بالترانك ولا صاعد للنك ولا ما اعرف شنو، لا قلت لك حددت لك بالبكتورال ريجن، موجود بكلا الجنسين، اوكي؟ بالميل راح يشبه الاماتشور، حددوا الماتشور البالغه او الادلت يعني البالغ الفيميل
بريث مالته ما راح يتكون، راح يتكون الماماري جلاند والفات تيشيو. اوكي الفات تيشيو او هو سب كوتينيوس تيشيو. ذا بريست اللوكيشن مالته اند ديسكربشن. عرفت وقف تسجيل حتى بتبدا ثاني. ذا بريست اللوكيشن مالته الموقع وين صاير وشلون وصفه. The breast are specialized accessory a gland of the skin that secrete milk. يعني شنو؟ The breast هو من الغدد الملحقة بالجلد. شنو وظيفته؟ وظيفته إفراز الحليب milk. واضح؟ هسه هنا عندي accessory gland of the skin that secrete milk. شكله شلون راح يكون الشيب مالته؟ هيمسفيريكال وذ ات از ابيكس ات ذا نبل. يعني شكله هذا راح يكون شبه دائري. اوكي يحتوي لي على ابيكس القمه. القمه شنو اللي راح تحتوي لي؟ تحتوي لي على النبل. واضح؟ يعني البيس وين صارت؟ صارت بالبوستيرير بارت، صايره على التشيست بالضبط. والنبل صارت هي الانتيرير بارت، صار بمنطقة الأبكس. نجي the level of the breast، يعني وين صاير مستوى، وحدد مستوى وين صاير بين من يا ريبس يا أضلاع. the is rib rib 2 and rib 6. اوكي وانت وانت دوختني وانت راح احس ستريس واحد فوق راسي. the level of the breast وين صاير مستوى بين من يقع، هذول تحفظوا لي اياهم يعني. بين الريب 2 الى الريب 6، يعني يمتد من الضلع الثاني الى الضلع السادس. واضح؟ هاي هنا اجي افيك لك اقول لك من الضلع الثالث الى الضلع السابع، اجيب الضلع الثامن، اجيب الضلع الخامس، هيك شيء بالخيارات. هاي تفيدني الارقام بالخيارات. اوكي ام سي كيو. النبل وين تقع؟ وين تقع؟ located in the center of the breast. يعني السنتر مالت breast النبل. اوكي بيا ريبس ريب 4. ريب 4 هنا هم اقول لك ريب 5 او ريب 6 او ريب 3، هم اتحكم لك بيالي هذا هنا تحفظ لي اياها. اذا بهذا هنا عرفنا انه البريست شنو هو؟ هو اكسسوري جلاند اوف ذا سكين، وظيفته سكريت ذا ميلك. اوكي بالادلت فيميل طبعا. شكله شلون صاير؟ هيمسفيريكال يعني شبه دائري. يحتوي لي على أبيكس وبيس، يعني قاعدة وقمة. القاعدة صايرة بالأنتيرير بارت. أوكي الأنتيرير والبيس هذا راح يقعد، يقعد أنصدمك لكم، يقعد وين؟ يقعد على التشيست، يعني صاير جهة البوستيرير، مو بوستيرير للظهر، لا صار لازق يعني بالتشيست. واضح؟ الليفل مالت البريست هاي قلت لكم كلش مهمة تحفظوها، انه يمتد من الريب 2 الى الريب 6. النبل وين صايرة؟ بالسنترال بالريب 4. هذه عرفناها. كان هذا اللي استيارنا وجماعتها هذولي ما علينا بيهم. هاي مثلا هذا الشخص مرسوم بس هذا عندي تحفظوا لي اياه. هذا الميد اكزيلاري لاين، هذا بالجانب هسه ناخذ الميد اكزيلاري لاين حتى بس تعرفون. هذا استيارنا، هذا ميد اكزيلاري لاين، يعتبر هذا الشخص واقف امامكم. هاي جهه الميديال وهاي جهه اللاترال. اوكي ليش؟ لانه الميديال قلنا قريبه على السنتر او على الميد لاين مالت الجسم، والجزء البعيد منها راح يصير لاترال. اوكي حتى نرجع شوي لمصطلحاتنا. ستراكشر اوف بريست، هنا حتى اشوف الستركتشر مال البريست. اذا اريد اختصركم اياها بشكل مبسط، انه البريست يتكون عندي من لوبيول، من فصوص، هذول فصوص 1 2 3 4 5، عندي من 15 الى 20 فص لوبيولز. اوكي شلون راح اشرحها اني؟ انتم سووا اذا ما تلتزمون بالكتابه. عندي اللوبيولز هي متوزعه بالبريست من 15 الى 20. داخل اللوبيولز هذول الالوان الصفر عندي الفيولاي. الفيولاي هاي وظيفتها شنو؟ تكوين الحليب.
هسه الحليب تكون هنا، الحليب وين راح ينتقل؟ راح ينتقل عن طريق اللاكتيفيروس داكت، اللاكتيفيروس داكت هاي هنا، اللاكتيفيروس داكت هاي كلها داخل من داخل اللوبيول، اللاكتيفيروس داكت، اللاكتيفيروس داكت ترجع النوب تتوسع على شكل ساينس يسمونه اللاكتيفيروس ساينس، اللاكتي تيرس ساينس هاي هنا عندكم موجودة، اللاكتيرس ساينس يعني جيوب، ساينس يعني جيوب، يعني أنا بديت عندي لوبيول، هذا اللوبيول تشوفون هاي الدوائر، هاي الدوائر عبارة عن أليفيولاي، أسناخ هي ترجمته، بس هي داخل خلايا تفرز للحليب، الحليب وين يتحول؟ يتحول إلى قناة ضعيفة، هو مشان هنا متسع بعدين قناة ضعيفة يسموها اللاكتيفورس داكت، من اللاكتيفورس داكت وين راح يتحول إلى ساينس، أوكي؟ إلى ساينس، هذه الساينس بعدين وين راح تفتح؟ تفتح بالنبل عن طريق اوبننج. انا ايش بديت؟ كم لوبيول؟ بديت عندي 15 الى 20 لوبيول، نفس الشيء عندي اللاكتيفيروس داكت عندي 15 الى 20، نفس الشيء هاي هنا ما تخطئون نفس الشيء هذا اللون الازرق ساينس الجيوب عندي 15 الى 20، ونفس الشيء راح تفتح بالنبل 15 الى 20 اوبننج، واضح؟ هذه النبلز، هذه النبل قلنا بالسنترال، النبل محاطة دائرة ملونة بيجمنتد اريا، اوكي بيجمنتد اريا، هسه نجي نشرحها ونعرف شنو هذه الدائرة بين لوب ولوب، هسه اشرح لكم اني سلايد بس حتى تفهمونها بالبداية، بين لوب ولوب عندي هنا ليجمنت، ليجمنت يسمونه سسبنسري ليجمنت، يعني هذا السسبنسري هذا اللي راح يربط لي اللوبيول، اللي راح يسوي لي دعامه او سبورت، ما اخلي انا اللوبيول وحدها بالهواء، لا سوينا لها سسبنسري ليجمنت، هذا بين يتصل؟ يتصل من السكين، من السكين هنا من المقدمه للديب فيشيا، راح يثبت لي اللوبيول ويا بعضها، شوفوا شلون مرتبه مصفطه واحده بصف الاخر. وايضا كذلك عندي اني الفاتي تشيو، هذا الفاتي تشيو قلناها سوبرفيشال فيشيا، واضح؟ ارجع للشرح حتى نشوف شنو عندي، عندي ليس دان 20 ميموري جلانس او 20 ميموري جلانس بروديوس الميلك، احنا قلنا 15 الى 20 حددناها انه تفرز لي شنو ميموري جلانس، تفرز لي الميلك، الميلك فلوس وين راح يجري؟ ثرو ذا كورسبوندينج لاكتيفورس داكتس، احنا قلنا وين بداية؟ راح يجي يمين، يجي من الالفيولاي سوري، راح يروح لللاكتيفورس داكت يعني القنوات الحليبية. The milk is stored in the lactiferous sinus، وين راح يخزن؟ من lactiferous sinus لحد ما تجي وقت الرضاعة حتى يتفرغ الحليب، اوكي؟ راح يبقى بالساينس. In the subcutaneous tissue، من اقول subcutaneous tissue هي نفس الشيء superficial fascia، يعني شنو؟ يعني فات هنا. There are suspensory ligaments، وهنا شوفوا هذه هنا بالمنطقة الخارجية وهاي المنطقة الصفراء، هاي المنطقة الصفراء، راح يصير عندي ligaments، suspensory ligaments. الأربطة المعلقة يسموها suspensory ligament of the breast، maintain the shape of the breast، راح تحفظ لي شكل البريست، يعني شلون لو بدون هذه الأربطة نشوف كل اللوب متجمعة سوية، شلون شلون الكرة عندك وداخلها طوب صغار، حتى أثبت هذه الطوب الصغار جبت بيناتهم ليجمنت رباط، حتى كل واحدة تاخذ مسارها وتصنع لي الحليب. نجي للنبل، شنو تعريفه؟ النبل is a cylindrical eminence، eminence يعني بروز، بروز اسطواني، وين بريزنت؟ وين موجوده؟ قلنا بالانتيرير بارت، بريزنت 15 الى 20، 50 الى 20 اورفيس، يعني اورفيس يعني اوبننج نفس الشيء، اذا تخلوه اورفيس او اوبننج نفس الشيء اوف ذا لاكتيفورس داكت، ليش؟ لان احنا قلنا بالاصل عندي شنو؟ عندي هنا اللوبيول عندي 15 الى 20، الداكت 15 الى 20، الساينس 15 الى 20، طلعت الاوبننج او الاورفيس نفس الشيء اذا تقولوها بالنبض هي 15 الى 20. هذه النبض تحتوي لي it contains smooth muscle fibers responsible for its erection and no fat in the nipple. نرجع للصورة،
هاي النبض تشوفون وين هنا منتهي، هاي هنا 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 نهاية النبض. يقول تحتوي على سموث ماسل. ليش سموث ماسل؟ سموث ماسل سوري، حتى تفيدها بالإيركت، يعني حتى تبرز ويجي الطفل ياخذها للحلمة او النبض. اوكي، بيها شنو؟ بيها هاي سموث ماسل وظيفتها تسوي إيركشن، يعني ابراز، او إيركت نفس الشيء، يعني تطلع لبرا الجلد. ايش بيها؟ شوفوا هنا لون اصفر لهنا متوقف، ما بيها فات، نو فاتي. وهذه هم حلوه الجمله، انه نو فات ان ذا نيبل، انا اقول لك لا بيها فات. شوي هيك الدقه، هيك دقه قريب من عندكم. عندي ذا اريولا، هذه المنطقه البيجمنتد اريا، هذه هنا الاريولا. شنو هي هذه؟ هي كلرد اريا، او تقول لك بيجمنتد اريا، يعني المنطقه الملونه. which surround the nipple، وين راح تحيط بيه؟ من بالنبل، داير مدار النبل. شنو وظيفتها؟ ايش تحتوي لي؟ تحتوي لي على السابيشياس جلاند. ايش تحتوي لي؟ على السابيشياس جلاند. هاي السابيشياس جلاند، من قلنا السابيشياس جلاند يعني شنو؟ راح تفرز لي، راح تفرز لي اويل. هذا الاويل اللي هو الزيت، شنو وظيفته؟ راح يسوي لي هذا نوع سكريت اويل to help during lactation، يعني يساعد لي خلال مرحله الرضاعه. اوكي، هنا نقول من قدره رب العالمين، هنا راح يفرز لي زيت خاص. تشوفون هي شلون صايره مجعده تيوبريكل، عباره عن تيوبريكل، بس انا ما شرحت لكم بالتفصيل. تكون هي سموث، بس من يجي الطفل ويريد يرضع راح تكون مجعده. اول شيء هاي التجعيده راح تثبت لي الفم مات الطفل على صدر الام. اوكي، بعدين ايش راح تفرز؟ راح تفرز لي هذا الاويل. هذا الاويل من قدره الله بريحه خاصه اسمها ريحه الام، فتشوف الطفل يستمر بالرضاعه لانه هذه الريحه موجوده. وايضا شو اسوي لي؟ مو بس هذا ريحه الطفل، اسوي لي لابريكيشن حتى ما يصير عندي التشققات بالنبل. واضح؟ تمنع اي تشققات، هنا تصير ماده دهنيه تمنع التشققات، لانه من كثر الطفل ما يرضع راح يصير عنده تشققات، حتى نمنع هاي التشققات صار عندي هنا اويل. اوكي، هاي المنطقه بيها اويل. اذا بهذا السلايد راح اختصر لكم اياه، انه عندي البريست يحتوي لي، انا نزل صوتي لين التهي وبعدين اتذكر انه صوتي ناصي. البريست يتكون عندي من لوبيول. اوكي، اللوبيول تحتوي لي على الماماري جلاند. الماماري جلاند، بس واحد فاتح الباب مو طلاب ثاني. الماماري جلاند، نرجع الماماري جلاند، اقول الالفيولا هي وظيفتها شنو؟ هي سكريت المن للميلك. وين تحول الميلك؟ الى الداكت. اي داكت شو اسمها؟ اللاكتيفرس داكت. من الداكت وين راح ينخزن؟ ينخزن هنا بالساينس لحد ما تحين فتره الرضاعه او اللاكتيشن. بعدها من الساينس وين يتحول؟ يتحول عن طريق اوبننج. الاوبننج وين تفتح؟ بالنبل. النبل شنو هاي؟ هاي قلنا شكلها شو راح يكون؟ يكون سلندريكال ايمينينس، يعني بروز اسطواني. يحتوي لي على 15 الى 20 فتحه او اوبننج او اورفيس، كيفك شو تقول. هذه النبل بها سموث ماسلز، ومو موجود بها نو فات. هذا سموث ماسل تساعد على الايركت، انه تبرز من الجلد. الفات ما موجوده بها، يعني ما يحتاج فات، يكفي الحليب اللي موجود. بس مين راح تاخذ الفات والترطيب؟ راح تاخذها من الاريولا. الاريولا شنو هي؟ كلرد اريا او بيجمنتد اريا، المنطقه الصبغيه الموجوده او المتصبغه دائما مدار الحلمه. هاي وظيفتها شنو؟ سكريشن الاويل. ليش؟ لان تحتوي على سبيشيس جلاند، تفيدني ديورينج اللاكتيشن. هذا كل اللي بالصوره، وكل هذا الشرح هنا. سوري، مو هذا الشرح، هذا الشرح صارت هنا بهاي الصوره. نيجي ريليشن، احنا هسه عرفنا تركيبه وعرفنا شنو يحتوي الداخل، مثل ما دا اشرح بيتكم او الغرفه اللي قاعد بيها، وقلت لك شنو بيها؟ قناه فوق بيها، ما ادري شو تلفزيون بيها. انا بدي اشوف جيرانك، منو الك مجاورينك؟ ريليشن هو الجيران الك، او اللي بصفك، او انت وين قاعد، على ياقع، او شو اسم هاي المنطقه اللي بيها انت. عرفنا المنطقه هي تشيست او البكتورال ريجن. عندي ات لايس اون ذا ديب فيشيا. ات لايس وين؟ اون ذا ديب فيشيا، اون يعني على الديب فيشيا. اذا هو وين صاير؟ بالسوبرفيشال فيشيا. وين صاير البريس؟ بالسوبرفيشال فيشيا. On the deep fascia covering the pectoralis
مصل except the inferior lateral part. هاي عندي هنا تشوفون هذا البريس وين قاعد؟ قاعد على منطقة يسموها البكتوراليس ميجر مصل، ما عدا الجزئين ذول اللي بالنهاية الانفيرير بارت، قلنا الانفيرير هو الاسفل. عندي من جهتي اللاترال، هاي اللاترال راح يقع وين؟ inferior lateral lies on the serratus anterior muscle. هاي هنا عندي serratus anterior muscle and the external abdominal oblique muscle. ما علينا بالاكسترنال ابدومينال اوبليك ماسل، بعدين ناخذه، بس احفظوا لي اون ذا سيريتس انتيرير حتى اني اخذها. اوكي، هذه سيريتس انتيرير بجهه الانفيريو لاترال، يعني هي بالاسفل بس بجهه اللاترال. وبجهه الانفيريو ميديال ولا احتقع، تقع على الريكتس ابدومينس. الريكتس ابدومينس هي من والاكسترنال اوبليك هي من عضلات الابدومين. اوكي، هذا هنا راح يقع عليها تشيس. هسه وين عندي عضلات راح يقعد عليها السوري بريس؟ راح يقع على البكتوراليس ميجور مصل. البكتوراليس ميجور مصل وين صار البكتوراليس ميجور مصل؟ صار بالديب فيشيا. قلنا الديب فيشيا هي اللي راح تتصل بالمصل. بجهة الانفيريو وين هاي راح نمس الانفيريو لاترال، انفيريو لاترال حددت هاي جهه عندي سيريتس انتيريور، المفروض هنا اكو رسم هي الاكسترنال اوبليك ماسل، هي عضله من عضلات البطن. اوكي، الابدومن. وجهه الانفيريو لاترال زوري انفيريو ميديال، هاي جهه قريبه للجسم، راح يكون ريكتس ابدومينس. الريكتس ابدومينس هاي الريكتس ابدومينس هاي العضله اللي الشباب يلعبون على مودها اللي بالجيم ويروحون حتى يبرزوها، هذه يسموها سكس باك، ما اعرف شو يسموها، هذه حتى يسموها ريكتس ابدومينس. هذا كله من تاخذونه، بس عن الريكتس انتيريور لا، اخذه هنا بالاول. بكتورالس ميجر ان شاء الله سناخذها بس بوع الاخر. عندي هسه عرفنا هنا معلومه انه لايس اون ذا دي فيشي، يعني هو يقع على الدي فيشي. اذا وين هو موجود البريس؟ بالسوبرفيشال فيشي. شلون عرفنا بالسوبرفيشال فيشن؟ يعني يحتوي على فات، فوين صاير؟ صاير عند السوبرفيشال فيشن، يقعد على الديب فيشيا. الديب فيشيا بين متكونه من البكتوراليس ميجر ماسل اللي هاي وينها مخطط اللي تشوفون، ومن التحت راح يكون سيريتس انتيرير والريكتس ابدومينس. من جهتي اللاترال اجي هنا، من جهتي اللاترال هذا جهتي اللاترال، هذا جهة اللاترال. Laterally extend to the mid axillary line and consists the axillary tail. هنا هاي جهة اللاترال راح يسوونها على mid axillary line. يسوون هالصورة. mid axillary line هو خط وهمي ممتد من منطقة الأكسلة للتحت بجهة اللاترال مالت الجسم. اوكي؟ هو راح يمتد إلى البريست. mid axillary line. ايش راح يكون لي؟ راح يكون لي هذا التيال. يسمونه axillary tail. هذا axillary tail وين راح يروح؟ راح يروح ديب، يدخل لي لما يروح لمنطقة الأكسلة. وين راح يقعد؟ راح يقعد على subscapularis muscle. راح ناخذ ان شاء الله بالتفصيل ونعرف شنو subscapularis muscle. هسه بس اعرف لي انه axillary tail of the breast crosses المن axillary fascia. راح يثقب لي المن axillary fascia through the foramen to enter the axilla deep to the pectoralis major muscle. بس اعرف لي ان الاكسلري تيل ولا حيروح؟ يروح deep to pectoralis major muscle and rest. ولا حيقعد on the subscapularis muscle. subscapularis muscle هي عضله من عضلات السكابيولا، لوح الكتف. هناك راح يروح يقعد الاكسلري تيل. لا 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 تغشني النت. شحن اعتقد راح يخلص، نكمل ان شاء الله يا رب نقدر نكمل. عرفتوا هسه؟ بس اريد الاكسلري تيل ولا حيمتد؟ راح يمتد الى البكتورالس ميجر ماسل، سوري يثقبها ديب يروح الها. وين يقعد؟ يقعد على السبسكابيولاريس ماسل ان ذا ميديال بارت. بهذا الميديال بارت ايش راح يصير عندي؟ اكستين تو ذا لاترال بوردر. وين يمتد؟ الى اللاترال border of the sternum. راح يمتد الى lateral border of the sternum. sternum هذا lateral، هذا sternum هو واقع بالمركز، الجهه اللي منها صايره الى حتكون lateral. اذا وين راح يصير؟ lateral border يوصل. blood supply للتشيست سوري للبريست، اختصرت لكم اياه بهذا السلايد، حفظوا لي هذا السلايد، انه من دا يجيني البلاد دا يجيني هنا من السيرفوكليفين
ارتري، السبوكلافين ارتري راح ينطيني برانشين، البرانش يسمونه الرئيسي يسمونه الاكزيلاري ارتري، والبرانش الاخر يسمونه انترنال ثوراسيك ارتري. انترنال ثوراسيك ارتري راح يغذي لي جهتي الميديال المن للبريست. الاكزيلاري هم راح يتقسم الافرع اخرى يسمونه اللاترال ثوراسيك ارتري والثوراكو اكروميال ارتري. هذا عندكم الرسم، سبوكلافين ارتري راح يتقسم الى اكزيلاري ارتري وانترنال ارتري. ثوراسيك ارتري قلنا احنا مو الرئيسي الشريان، سوري. طلاب، لا حد يغادر. انتهت المحاضرة لو لا باقي؟ لا ما انتهت، فصل النت يمكن عند الدكتور.